أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن انسحاب القوات الإماراتية من ميناء المخا والخوخة واستبدالها بقوات سعودية. أفادت رويترز بأن القوات السعودية تسلمت قيادة القواعد العسكرية في ميناء المخا والخوخة في الحديدة بعد تخفيض الإمارات لتواجدها العسكري في البلاد. ونقلت الوكالة عن قيادين عسكريين في الحكومة أن السعودية أرسلت عدد غير محدد من القوات لمدينة عدن وإلى جزيرة ميون في مضيق باب المندب. وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق عزمها على تغيير استراتيجيتها في اليمن من الحرب إلى السلام. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب انسحاب الإمارات من ميناء المخا والخوخة، وآثار خفض الإمارات لقواتها المتواجدة في اليمن على خطط التحالف لاستعادة الشرعية. لا يزال التهميش يستهدف القوات التابعة للشرعية في الساحل الغربي بعد أن تولت القوات السعودية مهمة تأمين ميناء المخا ومضيق باب المندب، بدلاً عن القوات الإماراتية التي خفضت وجودها العسكري في الحديدة بشكل كبير. مصادر عسكرية قالت لوكالة رويترز إن ضباطاً سعوديين تسلموا قيادة القواعد العسكرية في ميناءي المخا والخوخة وباشروا إجراءات تأمينها، حيث أرسلت الرياض عدداً غير محدود من القوات لمدينة عدن وإلى جزيرة ميون على مضيق باب المندب. ويرى مراقبون أنه من غير المتوقع أن تؤدي تلك التغييرات في قيادة القواعد العسكرية إلى تغيير يذكر في مسار الحرب ولا في وقف إطلاق النار في الحديدة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي. ويأتي خفض الإمارات لقواتها في اليمن بعد إعلانها في وقت سابق أنها عازمة على تغيير استراتيجيتها من الحرب إلى السلام، مؤكدة أن قرار خفض قواتها لم يكن وليد اللحظة بل نوقش باستفاضة مع الرياض. إعلان الإمارات خفض قواتها في اليمن ونيتها الانسحاب قوبل بشكوك سعودية عبر عنها المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، حين أكد أن الإمارات مستمرة مع دول التحالف في تحقيق الأهداف العملياتية والاستراتيجية في اليمن لإعادة الحكومة الشرعية. وبين تسريبات الإمارات وتصريحات السعودية عبر تركي المالكي، يظهر حرج الأول من إعلان هزيمة مخططهم بالاستحواذ على سواحل اليمن، وحرص الثاني على تجنب بث مخاوف حلفائهم المحليين بعدما انسحب الشريك الخليجي الأخير لها في اليمن. أرحب بضيفي من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ. أهلا بك أخي الكريم، لك ولكافة مشاهدي قناة تنقيب الفضائية. أستاذ عبد الحفيظ، كيف تقرأ الوضع في الحديدة بعد انسحاب الإمارات من ميناء المخا والخوخة؟ نعم أخي الحبيب، دعني في البدء أوضح المشاهد الكريم ما الذي يحدث. طبعا الانسحاب الإماراتي بدأ واقعا منذ أشهر عندما سحبت العديد من مدرعاتها من ألوية العمالقة والألوية التهامية بدعوى إعادة ترهيل هذه المدرعات، وكذلك أيضا تسليم موضوع التمويل العسكري للوطنية التابعة لقرات الجمهورية التابعة الذي يقودها طارق عفاش، وبالتالي الإعلان الذي ظهر في الأسابيع القليلة الماضية عن انسحاب حقيقي ومعلن من قبل قيادات في الإمارات أعقبه خلال الأسبوع الماضي طبعا تحرك سعودي جاد حتى على المستوى الميداني. هناك وصول ضباط سعوديين استلموا ميناء المخا الرئيسي الاستراتيجي، إضافة إلى وصول أيضا ضباط إلى مديرية الخوخة جنوب مدينة الحديدة، وهي من المديريات الساحلية ومن أولى المديريات التي تم تحريرها، وثاني مديرية تم تحريرها في جنوب مدينة الحديدة، إضافة إلى تواجد رمزي لقوات سعودية بعد انسحاب القوات الإماراتية من جزيرة بريم عند مضيق باب المندب. في اعتقادي بأن هذا الانسحاب لم يكن مفاجئا، كان ربما بحسب ضباط عسكريين متوقعا، وان نيه الانسحاب لم تكن حديثه ولكنها كانت منذ اشهر، ان لم تكن منذ بدايه العام 2019 بحسب عدد من الضباط التي تحدثنا معهم. طبعا هذا الانسحاب اثر طبعا على ما يدور في من معارك صراحه في الساحل الغربي. طيب استاذ عبد الحفيظ، تبقى معنا قبل ان نتحدث عن تاثيرات هذا الانسحاب، تبقى معنا واشرك معنا في النقاش من عمان المحلل السياسي عبد الناصر مودع. اهلا بك استاذ عبد الناصر. اهلا وسهلا بكم.
أستاذ عبد الناصر، بداية كيف تنظر إلى أسباب انسحاب الإمارات من قواعدها في الساحل الغربي؟ يبدو أن هناك خلافات سعودية إماراتية حول الأهداف، حول الوسائل، فكأن الإمارات لديها تصور مختلف في التعامل مع الحوثيين ولديها أولويات مختلفة، بمعنى أن الإمارات تفضل أن ترعى المشروع الانفصالي وتحت مبرر أن يكون الدولة الجنوبية الانفصالية هي حائط صد للحوثيين، كما أنها أيضا كانت توجه الإماراتي بأن يتم السيطرة على الساحل الغربي وبشكل عام تسيطر على المناطق الساحلية وأن يعزل الحوثيين في الجبال، لكن هذه الاستراتيجية ستؤدي عمليا إلى تقوية الحوثيين وليس إضعافهم، ستؤدي إلى تقوية المشروع الإيراني، لأن الخطر على السعودية هو أن يسيطر الحوثيين على هذه المنطقة الحصينة، المنطقة المهمة من اليمن، وعدم القضاء على الحوثيين وفق أي صيغة معناه أن الحرب ستستمر وبأن الخطر على السعودية يظل دائم. لهذا السبب يبدو أن كان هناك خلافات طبعا لم تعلن وفقط نحن نجتهد الآن، سعودية إماراتية حول هذا الموضوع. الإمارات عندما الآن تنسحب من الساحل الغربي هي تترك فراغ، وهذا أمر خطير، لأن السعودية لا يمكن أن تعبي الفراغ الإماراتي. المنهجية السعودية في إدارة المعركة مختلفة عن المنهجية الإماراتية، ومن الناحية الفنية الإماراتيين هم أكثر كفاءة لأسباب كثيرة في إدارة الشأن العسكري في اليمن. لهذا السبب هناك مخاطر من أن يؤدي الانسحاب الإماراتي إلى تمكن الحوثيين من استعادة الكثير من المناطق، خاصة وأن المنطقة التي تسيطر عليها ما يسمى بالقوات المشتركة هي سيطرة رخوة وهشة. تعرف أخسامي بأن خطوط الإمداد تبعد عن شرق الحديدة وهي المنطقة التي وصلت إليها وجنوبها أكثر من 150 كيلومتر. في هذه المسافة الطويلة هناك ما يمكن أن يسمى مخانق، بمعنى أن مناطق لا يزيد عرضها عن 10 كيلومتر أو ما يقارب هذه المسافة. من المحتمل أن يستغل الحوثيين أي رفع للغطاء الجوي والدعم الخارجي لهذه القوات، أن يستغلوها بتنظيم هجمات في هذه المناطق تقطع خطوط الإمدادات أو هجمات في حيث أو غيرها من المناطق، وبالتالي أي انتكاسة في جبهة الساحل الغربي ستعزز من قوة الحوثيين وسأطع. طيب أستاذ عبد الناصر، أنت لماذا قرأت أو نظرت إلى تأثيرات انسحاب الإمارات على خطط التحالف فيما يخص استعادة الشرعية في الجانب أو في الاتجاه السلبي؟ تقول أن هناك صعوبة بالنسبة للمملكة العربية السعودية في ملء هذا الفراغ، وأيضا بالنسبة أيضا للقيادات العسكرية المشتركة وما يعرف بالقوات المشتركة في الحديدة أنها لن تستطيع الحفاظ على المكاسب التي حققتها قوات الجيش والشرعية في الساحل الغربي. المكاسب التي تحققت أولا بوجود غطاء بحري وجوي على مدار اليوم، بوجود دعم متواصل من الأسلحة ومن العتاد ومن البشر بشكل متواصل، وإدارة كفؤة إلى حد كبير. هذا قامت به الإمارات لأنها كانت متحمسة جدا للسيطرة على الحديدة، وبالتالي بذلت موارد ضخمة لهذا الغرض. آلية الإدارة السعودية للمعارك كما هو حاصل في نهم وفي يعني في جبهة مأرب، جبهة البيضاء وغيرها من الجبهات وجبهات صعدة، الأنباء من هناك تفيد بأن هناك مركزية شديدة، بمعنى أن القادة السعوديين أو القادة اليمنيين لا يحصلون على التفويض الكامل، لا يحصلون على الموارد الكافية، إضافة إلى أن هناك شبهات فساد في الجانبين السعودي واليمني، الأمر الذي يجعل الكفاءة
السعودية أضعف بكثير من الكفاءة الإماراتية، وهذا ما لاحظناه في جبهات حتى الجبهات السهلة مثل جبهة ميدي وغيرها من الجبهات لم تحقق القوات فيها ما كان يؤمل منها. لهذا السبب هناك خشية من أن هذه المنطقة التي تم السيطرة عليها بصعوبة ولا زالت السيطرة عليها هشة ربما ينجح الحوثيون باستعادة بعض المناطق الحيوية والاستراتيجية، وهذا سيمثل نكسة. إضافة إلى ذلك السعودية وحدها بآلية العمل الذي تعمل فيه لا تستطيع أن تدير الشأن العام والشأن اليمني بكفاءة، وهذا أمر يعني بأن هناك يعني تأثيرات واضحة ستتركها الإمارات، خاصة لو أن الإمارات تريد أن تظهر للسعودية أهميتها وتريد أن تظهر للسعودية خطأ استراتيجيتها، وبالتالي لن تكون متحمسة الإمارات وربما تساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في حدوث انتكاسات خاصة في الساحل الغربي لتوصل رسالة للسعوديين بأنه انظروا منهجنا كان هو الصائب ومنهجكم هو الخاطئ. هذا كله بيشير إلى أن هناك مشكلة أساسية، هناك مشكلة جوهرية تتعلق بالآلية العمل بالمنهجية التي تم اتباعها منذ البداية. منذ البداية لم تقم السعودية والإمارات بإنشاء سلطة يمنية شرعية حقيقية. ما حدث أنهما أنشأ كيانات حزبية أو كيانات جهوية أو كيانات انفصالية ولم يتم تعزيز الشرعية، كما أن الشرعية التي يمثلها هادي هي شرعية مهترئة وشرعية لا يمكن الاعتماد عليها، وكان من المفروض منذ البداية التخلص من هادي لأن هادي هو عبء استراتيجي لكل من يعمل معه، وبالتالي الاستمرار هادي هو المشكلة الأصلية. ولهذا إذا أرادت السعودية أن تستوعب الانسحاب الإماراتي فعليها أولا أن تبدأ بإصلاح الشرعية، عليها أن تتخلص من هادي الذي هو المشكلة الأصلية، هو الذي أوصل الحوثيين وهو الذي مستفيد الآن من بقاء الحوثيين وهو مستفيد من بقاء الوضع الحالي. وعندما نقول هادي وفريقه، هادي وبعض القوى السياسية التي تستخدمه غطاء، لأنه ثبت بأن هذه الطبقة السياسية بشكل عام هي طبقة فاشلة، طبقة ليس لديها مشاريع وطنية ولديها فقط مشاريع شخصية أو مشاريع حزبية أو جهوية، ولهذا لا يمكن لهذه الشرعية المهترئة أن تواجه الحوثيين، وسيستمر الحوثيون كطرف قوي وطرف يكسب يوم بعد آخر على حساب اليمن وعلى حساب الاستقرار وعلى حساب مستقبل اليمن. أشكرك جزيلا أستاذ عبد الناصر المودع الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عمان. أعود للأستاذ عبد الحفيظ الحطامي. أستاذ عبد الحفيظ، قراءتك وإلى أي مدى برأيك يمكن أن يؤثر هذا الانسحاب على خطط التحالف لاستعادة الحديدة والميناء؟ دعني في البداية أخي كريم أقرر حقيقة، وهي أن الإمارات لم تقاتل في الساحل الغربي، الذي قاتلهم أبناء الحديدة ومدعومين بالمقاومة الجنوبية للجهة العمالقة، إضافة إلى الجنود السودانيين الذين كانوا ضمن قوات التحالف، وكان دور الإمارات ودور الوزبكي يعني كان بدعم الجانب المالي والجانب أيضا العتاد والأسلحة. العقيدة القتالية لا تزال موجودة في الساحل الغربي وبشكل أقوى، كان حافز كان انسحاب الإمارات هو حافز بحديث مع العديد من الضباط للحديث مع عدد من القيادات الأولية، لأن هناك حافز أقوى للصمود والاستمرار والقتال. فقط ما يحتاجه هؤلاء المقاتلين المزيد من الأسلحة والمزيد من الذخائر والمزيد من أيضا الدعم اللوجستي، وإضافة إلى تشعيل موضوع الطيران التي أوقفته الإمارات عن امتداد الساحل الغربي. وبالتالي في اعتقادي بأن المعركة إذا ستستمر وبوتيرة عالية، ولم يؤثر انسحاب الإمارات لأن العقيدة القتالية موجودة في الإنسان المقاتل. هناك على قضية تحرير الحديدة وتحرير الوطن برمته، وبالتالي إذا ما كان هناك قرار
قوي لدى القيادة المملكة العربية السعودية لنجاح تحرير القوات الجيش لمدينة الحديدة وبنائها الاستراتيجي. وكان هناك فعلا قرار حازم لهذا الموضوع باعتقادي بأن كلفة القتال في مختلف الجبهات إذا ما تحررت مدينة الحديدة بدعم قوي من المملكة العربية السعودية فإنها ستوقف حتى موضوع الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تأتي من مختلف مناطق الساحل الغربي. وللأسف أجد حتى حديث أن المحطة في المناطق المحررة التي كانت تشرف عليها الإمارات كانت تدخل عبرها أسلحة وتهريبات من هذه المناطق من يد منطقة بريد وباب المندب ومختلف المناطق المفتوحة التي للأسف الشديد كانت أيضا تتسبب منها بعض تهريب الميليشيات بتنسيق مع بعض عناصر من قوات طارق عفاش والإمارات. وبالتالي أخي الكريم بإمكان القيادة السعودية إذا كانت جادة في تحرير مدينة الحديدة وكذلك أيضا القيادة الشرعية نتحدث نتحدث لاحقا عن المطلوب اليوم من السعودية كدور فيما يخص معركة الساحل الغربي بعد هذه التطورات، لكن نشارك معنا في النقاش من الرياض المحلل السعودي سلمان عسكر. أهلا بك أستاذ سلمان. أهلا وسهلا حياك الله أستاذ سلمان. ما أسباب خفض الإمارات لقواتها وكيف يمكن للسعودية أن تواجه ذلك، وهل هي قادرة اليوم على ملء هذا الفراغ؟ حياك الله سيدي وضيوفك في الاستديو والسادة المشاهدين. في الحقيقة هناك سوء فهم لدى الكثير سواء من وسائل إعلام مختلفة أو معادية للتحالف على وجه التحديد وما يطلق عليه انسحاب قوات إماراتية أو تقليص قوات إماراتية. ما اتضح يا سيدي من تصريح الناطق باسم قوات التحالف العقيد الركن التركي المالكي كان واضح وصريح وحدد في إجابة حول سؤال حول سحب القوات الإماراتية قواتها وأجاب بأن دول التحالف مستمرة في تحقيق أهدافها العملياتية والاستراتيجية وأن القوات الإماراتية متواجدة على الأرض ولا تزداد. ما يحدث هو يا سيدي تكتيك، وهناك في عالم الحرب خطط استراتيجية طويلة الأمد وهناك خطط أو تكتيكات قصيرة المدى. الإمارات العربية المتحدة اتخذت خطوة تكتيكية مثل ما حدث من قبل سواء في أبيان أو في حضرموت أو في الجوف أو في الضالع ومن قبلهما عدن. كنا بالأمس نسمع من يقول ويبلبل ويقول أن الإمارات العربية المتحدة استحلت المهرة واستحلت المكلة وضربت سيطرتها الكلية بينما هي تأمين لهذه المواقع أمام القوات سواء كانت التحالف العربي أو من يعمل على الأرض في اليمن قوات الشرعية قوات الجيش اليمني أمامهم عدة أعداء. هناك إصابات حوثية إنقلابية وهناك طيب هذا واضح، لكن نحن مركزين في هذه الحلقة اليوم على انسحاب الجزء للقوات الإماراتية من الحديدة من جبهة الساحل الغربي. تقول أن الأسباب تكتيكية، إذا أستاذ سلمان عسكر تكتيكيا ما الذي يعنيه استبدال القوات الإماراتية واستلام هذه المواقع من قبل قوات سعودية كما تحدثت الكثير من المصادر الصحفية؟ ربما أيضا ضيفنا اليوم الصحفي عبد الحفيظ الحطامي أكد هذه المعلومات وقال أن قوات سعودية استلمت مواقع في ميناء المخا والحديدة ومواقع في جبهة الساحل الغربي، تكتيكيا ما الذي يعنيه ذلك؟ تكتيكيا أنا أتحدث بصفتي أحد الذين دخلوا اليمن ضمن وفود إعلامية شاهدت الأمور على الواقع وعلى طبيعتها، ليس يقال لي معلومات أو تنقل لي. أنا شاهدت القوات الإماراتية، القوات السعودية، القوات البحرينية، الجيش اليمني صف واحد يقومون بدور موحد من أجل الحماية هذه المواقع التي استعيدت من العصابات الأوذية. يتم توزيع مهام فيما بينهم، هؤلاء يعملون تحت مظلة التحالف العربي، ليس هناك شيء فيما يسمى قوات إماراتية أو قوات سعودية أو قوات بحرينية أو كل هذه قوات تحالف عربي متواجدة تحت قيادات موزعة في مناطق من سيطرة الشرعية. قريبا سنشاهد، وهنا عندما أقول تكتيكي وما أشرت إليه منذ دقائق عزيزي عندما قلت تكتيكي أو سحب قوات تكتيكية، سنشاهد القوات الإماراتية في مواقع جديدة
قد تكون عمران، قد تكون ريمة، قد تكون صنعاء، قد يكون الساحل الغربي، لا أعلم. أنا لا لست يعني على اطلاع بالتكتيك العسكري، لكن هم وضعوا عنوان عريض لهذه المرحلة ولهذا التطور، أنه قال أن استراتيجيتهم في اليمن تغيرت من الحرب إلى السلم. هذا الكلام أنا سمعت مثل ما سمعت أنت وشاهدت بأم عينك تقارير صحفية من صحيفة وول ستريت جرنال عندما قالت أن القوات الإماراتية سحبت قواتها من أجل المعلومات لديها بأنها ستدخل في حرب مع إيران. يعني هذا الكلام يصدر من صحيفة عالمية يا سيدي. الإمارات تدخل في حرب، يعني سحبت يعني قوات الإمارات هي القوات الموجودة في اليمن التي تستطيع الإمارات العربية المتحدة أن تدافع بها عن أرض الإمارات. لا يا سيدي، الإمارات أرسلت جزء من المشاركة في مع عاصفة الحزم ولم ترسل كل ما لديها من قوات. الإمارات العربية المتحدة لديها قوة كبيرة جدا، أرسلت جزء من المشاركة في تحرير اليمن وفق طلب الرئيس عبد الرب وهادي منصور وعاصفة الحزم، ولكن أنا لا أدري لماذا غيب أو همش تصريح الإمارات عندما أعلن مسؤول إماراتي كبير بأن هناك استراتيجية تكتيكية لما حدث في اليمن، تحول من الحرب إلى السلم. طيب نعود لضيفنا من مأرب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. أستاذ عبد الحفيظ، أنت تتحدث عن استلام القوات السعودية لمواقع بدلا عن القوات الإماراتية، هل القوات الإماراتية التي كانت موجودة في جبهة الساحل الغربي انتقلت إلى مواقع أخرى بصفتك متابع ومهتم وتحديدا لما يحدث في الساحل الغربي؟ ضمن التعليق على ما تحدث به الأستاذ سلمان عسكر. نعم، أنا أفهم من ضيفك الكريم بأن التكتيك العسكري التي حدث بالانسحاب الجزئي لقوات إماراتية واستبدالها بقوات سعودية ربما لتعزيز جبهة الساحل التي بقيت تحشر في دائرة مفرغة منذ عام تقريبا قوات الجيش على بعد 4 كيلومتر من الحديدة على مناطق استراتيجية بإمكان بساعات وربما بأيام إذا ما كانت استمرت تلك المعركة كانت انتهت الحديدة وعادت إلى الشرعية وأمن الشرعية والمحافظات المحررة وكذا الأشقة في المملكة العربية السعودية من مسألة تهريب الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي يتواجد الخبراء الإيرانيين داخل الحديدة لاستلامها وتركيبها من جديد ونقلها إلى مختلف المناطق في القريبة من الحدود المملكة العربية السعودية. فأنا أفهم بأن التكتيك هو يعني تجديد لهذه القوة وربما خلق واقع عسكري جديد قد يفضي إلى تحرير مدينة الحديدة، وهذا صراحة ما يتطلع إليه قادة عسكريون وإضافة إلى أبناء. طيب أستاذ عبد الحفيظ، وفق المعلومات المتوفرة لديك ما الذي حدث؟ ما هي المواقع التي تم استبدال فيها القوات الإماراتية بالقوات السعودية؟ ومن هي الجهات التي استلمت منها المواقع؟ سحبت عدد من المدرعات اولا بداعي الصيانه كما قيل قبل اشهر، انسحبت ايضا بعض المدرعات اضافه الى بعض الاداريين والفنيين واللوجستيين ايضا الاماره الامارات العربيه المتحده الى مناطق عبر البحر. لا نعرف هل اتجهت الى الامارات ام الى جزر اخرى ام الى المواقع العسكريه في عصب التابعه لدوله الامارات العربيه المتحده، لان لديها هناك ايضا قاعده عسكريه. لكن في اعتقادي بان تلك القوات ربما لان صراحه تلك القوى كانت بيد القوى طارق عفاش ولم تستخدم بطريقه جيدة، ورغم أن هناك 1000 مبرر لتلك القوات صراحة لأن تستعيد وتحشد معركة الحديدة بعد الاختراقات التي قامت بها الميليشيات على المستوى العسكري والمدني حتى يكفي أن لهذه القوات أن تتقدم بعد أن مارست الميليشيات آلاف الخروقات منذ 18 من ديسمبر نهاية العام المصرف عند انطلاق مشاورات السويد، وللأسف هذه القوات لم تتحرك وتدور معارك
طاحنه يتحمل تبعاتها المواطن البسيط الذي مع استمرار هذه الحرب ربما يخلق حاله من التدمر تجاه بقاء هذه القوات تقاتل في اطار واحد وجمهك المواطن من حصار الميليشيات من ايضا من عمليه القصف التي تشن والسحر التي تشن هذه الميليشيات على المناطق السكنيه. في اعتقادي ربما ان هذه القوات او التواجد للاشقاء في المملكه العربيه السعوديه في هذا الساحل الغربي ربما يدفع بالمزيد من امكانيه وتطلعات اليمنيين لحسم معركه الحديده وذلك لتأمين الأشقة من مسألة الطائرات المسيرة والصواريخ والصواريخ وأيضا البالستية وإضافة إلى المصانع الهائلة لصناعة الأنظمة التي يشرف عليها عادة الخبراء الإيرانيين. شكرا جزيلا لك عبد الحفظ الحطام الصحفي من المغرب. أعود للأستاذ سلمان عسكر، ما تعليقك أستاذ سلمان على ما يطرحه البعض اليوم حول عملية الاستلام والتسليم التي تتم بين دول التحالف من الإمارات إلى السعودية؟ يقال أن في ذلك تجاهل للحكومة الشرعية، لماذا لا تسلم هذه المواقع للجيش الوطني ولقوات الحكومة الشرعية؟ سؤال جيد، وهذا يعني بصراحه اللي كنت اريد ان اشير اليه قبل ان تقطع الحديث قبل قليل. الكلام غير صحيح. لو نظرنا بعين الدقه لماذا القوات الاماراتيه في موقع او نطاق سيطرتها في هذه الفتره تحديدا عملت اعاده انتشار، لانه تم تسليم هذه المواقع لقوات الجيش اليمني، وللاسف هذا ما لم يعلمه الجميع. القوات الإماراتية أو سواء القوات السعودية أو غيرها من القوات ضمن التحالف عندما تترك موقع فليس معنى خروج أو انسحاب، هو تسليم لعدد معين من قوات الجيش اليمني الذين تم تدريبهم وتجهيزهم لحماية هذه المواقع بعد استعادتها من الحوثيين وتسليمها لقوات الجيش اليمني. وهذا أكبر رد على من يقول أن القوات الإماراتية أو السعودية تسيطر أو تستحل مواقع جديدة في اليمن، هذا غير صحيح. عندما يكون هناك قوات جاهزة للشرعية فإن التحالف العربي يسلمها لأيدي أبناء اليمن. عندما تتم سيطرة الشرعية على اليمن واستعادة المناطق التي تسيطر عليها هذه العصابات ويتم تحرير اليمن كافة، فإن الجميع وعلى رأسهم التحالف كاملا سيغادر اليمن. طيب استاذ سلمان، هذا التغير في الاستراتيجيه وفق ما اعلن عنه من قبل مسؤولين اماراتيين، التغير في هذه الاستراتيجيه من الحرب الى السلام، هل قد ينتج او قد يترتب عن هذه الاستراتيجيه خلق واقع عسكري جديد يصب في مصلحه الشرعيه والتحالف يتغير في موازين القوى في المعركه اليوم ضد ميليشيا الحوثي؟ لا يا سيدي، انا اريد ان اوضح نقطه، ان ما يحدث او ما يعني ما يطلق عليه يجب ان لا نعزف على عبارات معينه ونجعلها تحت مظله انسحاب قوات اماراتيه. يجب ان نعلم ان هناك تصريح صادر رسمي بان اعاده الانتشار ليس وليد اللحظه، هذا التصريح هو صادر عن جهه عليا بالامارات ووضح ان القوات الاماراتيه باقيه تحت مظله التحالف حتى خروج اخر شخص من العصابات الحوثيه، بمعنى ان الامارات باقيه في مواقع جديده في اليمن حتى يتم اعاده الشرعيه على كافه الاراضي اليمنيه، لازم ان نوضح هذه النقطه للجميع يا سيدي. غدا يعني انا لا ادري لماذا عندما عادت قوات الامارات الانتشار في العام في منتصف العام 2016 في مواقع في الجنوب اليمني لم نسمع بهذه الدوبرة ولم نسمع بهذه التظاهرات الإعلامية ولم نسمع بما يسمى انسحاب قوات إماراتية. القوات الإماراتية انتهت في مرحلة معينة من دورها في هذا الموقع وسلمت لأبناء اليمن وليس انسحاب. القوات الإماراتية لا تزال موجودة على الأرض وسنجدها في موقع آخر جديد. طيب أشكرك جزيلا أستاذ سلمان عسكر الكاتب والمحلل السياسي السعودي، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض، والشكر موصول أيضا لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة عبد الرقيب الأباركي.